حضراتكم عارفين ان احنا داخلين على شهر رمضان. الحاجه سعديه متابعين كتير جدا اتصلوا بيا وقالوا لي لازم تجي لها فيصل عشان خاطر تشوف الجمال والحلاوه بتاع الاكل اللي بتعمله. سمعتها سبقاها، وانا بصراحه لما جيت انبهرت بسم الله ما شاء الله بالسفره الجميله دي، وحاجه تفتح النفس. ازاي حضرتك؟ الله يسلمك. احب بقى حضرتك تعرفي ساده المتابعين عن نفسك. انا الحاجه سعديه، شيف على قدي كده، وبعمل اكلات خليجيه وعربيه وهنديه واندلسيه والحمد لله، يعني ربنا موفقني في شغلي كويس وبجيب احسن حاجه وانضف حاجه. بس حضرتك انت بسم الله ما شاء الله عامله كل حاجه، يعني حتى عامله حمام كلاب. انا في حاجات كتير ما عملتهاش لاني ما بتشيلش الترابيزه. ربنا يديك الصحه. طيب الله بالنسبه لحمام الكلاب ده هو عباره عن ايه بقى؟ حمام الكلاب ده بتبقى في خد حاجه فراخ، تمام، وانا بحشيها زي ما بتحشي الحمام بالظبط. تمام. وبيبقى سعرها كام حضرتك؟ الواحده ب 35. تمام. وبالنسبه للشيش طاووق حضرتك؟ الشيش طاووق 90. تمام. والمكرونه اللي قدامه النجريسكو دي؟ ايوه ديت ب 90. ب 90 جنيه. دي من وجهه حضرتك مثلا بتاخد مثلا كام واحد يقدروا ياكلوها؟ لا دي ما شاء الله ممكن سبعه واكتر كمان. بسم الله ما شاء الله. يعني دسمه. طبعا وبستعمل السمنه البلدي كمان. والله. تمام. بالنسبه لحضرتك الكفته بقى عباره عن ايه؟ كفته، الكفته مثلا كام قطعه مثلا؟ الطبق فيه 12. تمام. ب 100. 100 جنيه. يعني معناتها مثلا ان السته ب 50 جنيه. زي كده. طيب هل ممكن يبقى في منها وجبات لو حد مثلا حابب؟ ممكن اعمل وجبات منجي مع كفته. تمام. منجي مع صدر فراخ. مثلا فخد فراخ عادي ما فيش يعني مشكله. طيب بالنسبه أيوة. بقى حضرتك للحاجه الجامده اللي قدامنا دي، ده المندي السعودي. بياخد كام كيلو لحمه؟ بياخد 2 كيلو. ده هو دلوقتي واخد 2 كيلو لحمه وكيلو كفته. تمام. ده سعره كام حضرتك؟ دوت يعني عشان خاطر الاستاذ عدنان 600. ده بيبقى معاه بقى بس انت لحمه بتاع. يعني انضف لحم. طيب بالنسبه بقى بيجي معاه ايه؟ بيجي هو معاه سلطه الفلفل. تمام. اللي هي الخليجي. تمام. ومعاه السلطه اللي احنا نقول عليها برده. تمام. السلطه اللي هي القوطه والخيار. تمام. والطماطم وكده. طيب بالنسبه بقى حضرتك للورق العنب، ورق العنب الطاجن ب 60. تمام. ده بيبقى الطاجن محشي مثلا جواه مثلا رز ايوه اللي هو الخلطه العاديه. بس لو انت عايز تحته اللي هو الكوارع. تمام. بيبقى اكتر من كده. لان يعني الكوارع لوحده طبعا سعر تاني. بيتضاف كام مثلا للكوارع؟ يعني ممكن نضيف 20 جنيه للكوارع. يعني مثلا يقف مثلا 80 جنيه. 80 جنيه. تمام. بالنسبه بقى بسم الله ما شاء الله ده ايه بقى؟ الباميه دي كيلو الا ربع لحمه. كيلو الا ربع لحمه وهو جواه الباميه. ايوه. طيب ده بكام حضرتك؟ ده هنقول عليه ب 150. 150 بالطاجن. لو غير الطاجن هيبقى 120. تمام. يعني بصوا حضراتكم زي ما الاستاذه قالت ان بالطاجن ب 150، من غير الطاجن 120. يعني معناتها ان يبقى فويل يتحط. ايوه. تمام. بالنسبه للكبيبه حضرتك، الكبيبه ب 80. ب 80 جنيه بس. الكبيبه بيبقى 18 واحده. 18 قطعه. بيجي معاها سلطات ولا حاجه؟ ممكن نحط سلطات ما عندناش مشكله. طيب ده بقى ايه حضرتك؟ ده بقى طاجن العرايسي. ده بقى المشكله يعني ده بتاع العرايس بس. بتاع العرايس بس. سر كله بتاع العرايس. ربنا يديهم الصحه. طيب حضرتك ده كام كيلو مثلا؟ دوت كيلو ونص. بكام سيادتك؟ ب 200 جنيه. برضه الاسعار دي عشان الاستاذ عدنان، لان انا بجيب الحاجه غاليه. طيب بالنسبه لحضرتك الربع كيلو بيتعمل او نص كيلو او كيلو. هنقسمها بقى لربع كيلو. يعني هو مثلا الربع كيلو 35 جنيه. أيوه. ونص كيلو ب 70 جنيه. انا بعملها على طاجن. بس انا عملتها كده النهارده. تمام. لكن هي طواجن بتخش الفرن. بس طبعا دي فيها البهارات بتاعتك وفيها بهارات سريه يعني للعرايس بس. طيب ماشي. حضرتك بالنسبه للفراخ البانيه بكام كيلو؟ ما احنا قلنا ده كمان ب 90. ب 90. طيب ايه الحاجات الثانيه بقى اللي انت يعني بعمل خرفان وبحشيها؟ يعني خروف مثلا؟ احشيه مثلا محاشي. احشي ورق طبعا حمام يعني كداب. يعني ممكن خروف يتعمل ويتحشي يا محاشي يا اما يتحشي حمام كداب. بالظبط. طيب وايه تاني حضرتك بتعملي مثلا؟ بعمل ديكرومي وبحشيه برضو نفس الوضع. ممكن اي اكل انا بعمله. في مضوي. في كبسه. تمام. في حاجه اسمها سليج. تمام. ها انا معرفش.
في اكلات كتير كل حاجه انا بعملها. طيب بالنسبه بقى للسي فود والحاجات دي لا الـ الـ دي حاجه تانية بقى. يعني بتنزل في العظم بقى شوربه السي فود دي عندي انا بتنزل في العظم كده. وفي عندي انا بعمل طاجن جمبري يعني انا مسميه على طريقه الشيف. تمام. خطير يا استاذ عدنان. بسم الله ما شاء الله. وطواجن جمبري بالكريمه. تمام. بعمل سلطه الجمبري. تمام. بالكريمه. تمام. كل حاجه كابوريا كل حاجه انا بعملها يعني الحمد لله خبره يعني كم سنه الحمد لله. يعني انا حتى في السعوديه اشتغلت كتير والحمد لله يعني شغلي يعني بحكم الناس ان الحمد لله شغلي يعني حضرتك كويس. طيب بص انا هقول لك حاجه انا كده هاجي لا ما انا عايزاك برضو تدوق. لا ما ينفعش كده بس استاذ عدنان انا بس ايه حابب ان انا اوريكم حاجه كده تشوفوا استاذ عدنان يعني معلش. يعني بصوا الجمال اللي انا عايز اقوله لكم معلش دي لا ده تسلم ايديكي انت بس ايه حضرتك بقى دوق كده مع سلطه الفين اسمعني بس هتعتمده حاضر انا بقول لك فرصه لا اللحم معلش معايا بقى كده ما هي مش هتيجي الا كده النبي عربي الله يسلمك والسلطه بقى بتاعتي يعني بي 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 بيضحكوا عنها طب شوف شوف ولا لا الورق العنب بتاعي كده ما هاكلك العرايسي ده وربنا معاك لا انا ربنا معاك لا لا مش قادر والله ان بسم الله ما شاء الله شيش طاووه برده حضرتك وده بقى عايز يعني دي اختراع بجد ايه رايك لا 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 رهيبه طب دوق الكوبيبه كمان معلش دوق الكوبيبه ايه رايك شغل عالي ولا لا الحمد لله بص يا جماعه هقول لكم انا بما يرضي الله طبعا في مصر ناس عباقره وطبعا انا اتشرفت الله يسلمك والاكل حاجه في منتهى الجمال لفيت زي ما انتم عارفين بلاد كتير بس فعلا الاكل حاجه في منتهى الجمال الله وانا مبسوط جدا ان انا جيت ودقت يعني يعتبر اغلب الحاجات الموجوده في حاجه بقى انا عايز اسال حضرتك بالنسبه مثلا الدليفري انت ممكن تودي لاي الاماكن بتاعتك فين ممكن فيه؟ ممكن نودي لاي حد اللي بيدور يعني ان هو يشتغل بيسعى في اي مكان عادي يعني يبقى ما هنشتغل وهنتوسع نعم. يبقى لازم يكون عندنا وسيله ماشي انت الدليفري عندك مثلا القاهره والجيزه مفيش مشكله بالوضع ده يطلب منك ويجي ياخد منك الحاجه بالظبط تحت امره تمام بصوا حضراتكم انا انبسطت جدا وبصراحه الاكل جميل الحكم انا بصراحه بقول لكم حاجه جميله جدا لكن انتوا بقى صحابات الراي رمضان داخل كل سنه وانتم طيبين طيب احنا بنحاول نريح الناس ان بدور لهم على احسن حاجه ان شاء الله كل يوم هيبقى في حاجه جديده واتمنى ان انتوا تكونوا يعني في صحه وسعاده وكل سنه وانتم طيبين وانت طيب بصحه وسلامه